هذا عتاب أوجهه حق الشيعة اللي موجودين في الخارج اللي يعيشون في الغرب، يعني إذا تسمح لي بهالعتاب هذا. أنا أستغرب يعني إن ما في مبادرات، وإن كانت موجودة فهي شحيحة جدا، يعني مثل ما تفضلت تحتاج إلى ترجمة. طيب هذا ليش ما في أحد يترجم؟ ليش عندنا قلة في الكتب المترجمة إلى الصينية إلى الفلبين إلى الدول الأفريقية اللي تقرأ بالفرنسي مهم جدا، أو مهم بالإنجليزي؟ جدا. طيب أنا ما أبي أخاطب لا علماء، ولا أبي أخاطب مؤسسات، ولا أبي أخاطب حكومات، أنا بخاطب الشباب اللي يعيشون في الغرب. نعم. يعني ما في مغتربين شيعة، اللي عايش باستراليا، اللي عايش بالدنمارك، اللي عايش بفنزويلا، اللي عايش بهولندا، اللي عايش بفرنسا، اللي عايش ببلجيكا، وهذيل بعضهم أصلا مواليد من هناك، يعني الحين صاروا مواليد من هناك أو يتقنون اللغة، صار لهم 15 16 سنة موجودين. يفهمون اللغة ويترجمون. طيب أحسنت، إحنا هذا اللي نبي. ما تقدر تترجم؟ لا تقول لي فلوس شيء، مو قاعد أقول لك اطبع يا رجل. أنت الحين تقدر تسوي داونلود حق محاضرة، وبعض البرامج تقدر تترجم مثلا شو يقول المحاضر وتركبها، صحيح. تبين حق الناس أن ترى هذا الإسلام أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. والله في بعض المقاطع اللي تبين رحمة الإسلام، اللي تبين حقوق اللي ذكروها أهل البيت للحيوانات، حقوق الزوجة. أنا متأكد أن هذه لو ترجمت ووصلت حق الغرب راح تسوي عاصفة عندهم، تغير كثير من الأفكار. لكن مع الأسف إحنا الكسل ذابحنا. الواحد ما لغ... يعني أنت قاعد ما تقدر تترجم مقالة، يعني أنت ابن البلد صرت ما تقدر تترجمها إلى الألمانية إلى الكذا، وما نقول لك ادفع فلس واحد، يا رجل ترجمها وحطها في مدونة، لا تطبعها حتى، حتى 100 فلس هذه يمكن ما الطباعة اللي ياخذون منك برنت ما نبيها. يا رجل بس انشرها بالنت، صحيح. سواء مسرحيات، سواء كتب، سواء كذا. أنا ما أدري الشيعة اللي في الخارج، يعني أوجه لهم هالعتاب، وإن شاء الله يمكن صوتي يصل حق إن بعض شاء الله. الخطباء اللي يقرون هناك، يوجهونهم حق التوجيه هذا، أن تعالوا ترجموا لهم، تعالوا ترجموا لهم هالكتب هذه. عندكم الحين السيديات، يعني أنت الحين مثلا تقول أنا ما أبي أطبع، مثلا ما عندي فلوس، أنا يا دوب معاشي يكفيني مثلا. طيب إحنا مثلا هني باكيت السيديات هذا اللي فيه 50 قرص، نعم كم؟ 3 دنانير، 3 دنانير ونص تقريبا، تقدر تفوله انت كتب. صح. طيب اشتغل، اشتغل، خل شكله خلايا عمل. نعم. انه والله احنا خل نكون فلان يترجم المحاضرات، فلان يترجم الكتب، فلان يترجم مقالات، فلان يترجم ممتاز. شغله فلان، هذه حلقه، هذه حلقه، هذه حلقه. يعني تخيل لو كانت هذه موجوده عندنا، يعني حلقه شباب يترجمون بالمانيا ويترجمون بالدنمارك وبالسويد، تسوي ثورة ثقافية. صح. ثورة ثقافية. هذا اللهم عجل لوليك الفرج، يوم قلت لك في الحلقة الأولى على مسألة الكتابة، اللهم عجل لوليك الفرج، احنا لازم ما نقولها ونتكئ على آرائك. نوع من المشروع المهدوي، نوع من التمهيد هو تعليم الناس وتعريفهم بالمشروع المهدوي. صحيح. أما إذا احنا نقعد كذي ونتكئ على آرائك ونقول اللهم عجل لوليك الفرج، تظل هذه هذا شنو هالدعاء هذا اللي احنا قاعد ندعي؟ فهذا اللي أتمناه من الشيعة اللي في الخارج.